تؤمن الزوارق الخشبية لسكان مدينة كانكوسا فرصة التنقل بين مختلف أحياء المدينة التي تقسمها بحيرة كانكوسا إلى شطرين. ورغم الدور الذي تلعبه هذه الزوارق إلا أن السكان يطالبون ببناء جسر يربط أوصال المدينة التي تشتتها البحيرة. الزميل الشيخ المهدي النجاشي زار مدينة كانكوسا وأعد التقرير التالي. بين باسقات النخل وأشجار القتاد تنام بحيرة كانكوسا، وفي الصباح الباكر يعتلي يوسف زورقه الخشبي باتجاه ضفتي البحيرة لنقل الوافدين إلى شطآنها. فعلى متن هذه الزوارق تبدأ رحلة التواصل بين أحياء المدينة. بحيرة كانكوسا نقل ناس ليل والنهار ماشين وجاي، وشغل مول زين إن شاء الله، ما كيف تعيش إن شاء الله. يتنقل السكان في كانكوسا على الزوارق الخشبية كوسيلة يتجاوزون بها عائق البحيرة التي تفصل بين أطراف المدينة. وتلعب الزوارق في عملية التنقل الدور الأبرز والاهتمام الأكثر من قبل الساكنة. أهمية هذا الزورق تتمثل أساسا في أنه تعية تجيهون، وهي ما ترى الزورق ما نكتها تقطع، إذا إلين تجبره ولا يحل لك المشكلة. صعوبة التواصل بين السكان لكموقع البحارة في قلب المدينة يقف عائقا أمام تحقيق ما تطمح إليه الساكنة، وتطالب بإنشاء جسر على سطح هذه البحيرة يسهل التنقل ويتيح فرصة للتواصل. ما في بيد اليوم موجودة عليها قدر نوع من البحار، ما فيها صالح الا استثناء كنقص. شوف مترديه الاميد ومترديه العمال اللي يطلعوا البروهات ومترديه التجار ومترديه صاحب الحاجه. وفي اعماق هذه البحيره رحل اشخاص الى الابد، وفيها وضعت نسوه حملهن على متن هذه الزوارق. على متن هذه الزوارق وفي هذه البحيره يحاول الانسان في مقاطعه كنقص ان يظهر الطبيعه ويحولها الى ساحله للنقل يتواصل بها احياء المنطقه.